صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المراد بذي القرنين ويأجوج ومأجوج؟ يقول صلى الله عليكم: ما هو المراد بذي القرنين؟ قرنين ملك من الملوك مكنه الله في الأرض، وهو ملك مسلم مكنه الله في الأرض والسير فيها، كما ذكر الله قصته في آخر سورة الكهف. والثاني منه وليس بنبي، إنما هو ملك مسلم. نعم. يقول صلى الله عليكم: يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم يخرجون على الناس في آخر الزمان، وخروجهم من علامات الساعة، فيعيشون في الأرض فسادا، ويقتلون من يصلون إليه، ويحصل على الناس منهم مضايقة كبيرة، ويشربون المياه، ويتعذب الناس منهم. ثم إن الله يبعث عليهم مرضا في أعناقهم فيموتون عن آخرهم، ويستريح الناس من شرهم، وخروجهم من علامات الساعة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، يعني خروجهم من قيام من علامات الساعة الكبار. نعم.